اللي هو رسم القلب رسم المخ جراحات القلب والقلب اللي موجوده. وأول مرة في مصر برضه بتحصل في الياباني بتتميز إن في واحد تاني الأطفال اللي أقل من 3 كيلو مش موجودة في أي حتة في مصر تبقى موجودة هنا. نيجي للدور السادس اللي هو نفس الحكاية الموجود في معنى المرافقة، معنى الأمراض الكبد والأمراض الوبائية، وطبعا الخدمات الوبائية اللي موجودة. بتناسب كل دور طبعا الثاني اللي موجود جميع العيادات اللي موجودة أصلاً بتشتغل على المستشفى. الدور الثاني بقى دور المستشفى دي تعجيني كمان تدريب، دي نوع التدريب. احنا الاستشارات للتدريب موجودة وتمهد الدكاترة الأطباء اللي لسه مستشفيين وفرق في المستشفى كمان تعجيني تدريبي، وده دور كله بتشتغل على أغلب الإدارات بتاعة المستشفى اللي هي غرفة التدريب ومدير المستشفى والصيدلية ومخازن الصيدلية. ده هو آخر دور، الدور اللي بعد اللي هو دور الخدمات اللي هو فيه أجهزة التكييف والجنريتور متخدمة في المستشفى، والمستشفى مصممة طبعا أحدث التقنيات العلمية اللي موجودة بالإضافة إلى الأجهزة الطبية زي طبعا المتخصصين. وده كان